السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني الست هديل خالد من مدارس الورطة الأهلية، أرحب بكم ويسعدني أن أقدم لكم دروس التهيئة والإعداد للصف الأول الابتدائي. أياتي، منو يقول لي هذه الصورة الأولى ايش يسوي بيها الولد؟ يا حبيبتي ممتازة. أحبتي الحلوين، تعالوا معي لنسمع أنشودة جميلة عن الدال مع الحركات.